السيد جلال عبد الرصيد من حوالي 16/1981 من مدينة طنجة، حاصل على دبلوم دراسات العلوم العامة في الثانوي الخاص وخريج المعهد المالي للإدارة الترابية. عمل كقائد أسفان في إقليم الشام، ثم قائد أمس مريض في إقليم تنغير. تم تعيينه خلفا السيد محمد الصالح الذي عين قائدا للملحق الإداري لمدينة مراكش، والذي نتمنى له التوفيق والنجاح في مشواره المهني مع